حصص انتظار، مدرس ما جاء، طلاب ها يعني، فكيف تملوا الحصص هذه اللي هي حصص الانتظار أو الحصص اللي ما فيها تدريس؟ كيف الجدول؟ والله شوف في السنوات الأخيرة بالذات صارت حصص الانتظار محرجة للإدارة. يمكن الوزارة عندها خبر، الإدارة التعليم عندها خبر، لأن ضغط المعلمين أول كان في نوع من الاتساع 18 حصة 17، الآن كثير منهم ما يقل عن 20 حصة. فلما يغيب زميل لهم أو يأخذ دورة أصبح هناك أزمة داخل المدرسة. الآن عندي 23 و22 تعطيني انتظار، يعني ما كل أسبوع كله مليان، فيصبح حصة الانتظار أصبحت ثقيلة جدا على المعلم، جدا جدا ثقيلة. يعني بعضهم اللي عنده قدرة إنه يقفل الباب ويجلس ساكت، هذا اللي قادر إنه يعطي. إيش ممكن يكون البديل المناسب للانتظار؟ والله في بدائل كثيرة، لكن عاد تختلف مدرسة المدرسة اللي عندها قدرة على التفاعل مع الموضوع، ومعلمين عندهم قدرة على التواصل. يعني بعض المدارس مثلا يضعون فيها صالح، نوضعناها عندنا، لكن أحيانا كان التفاعل فيها ضعيف. صالة رياضية عندك حصة انتظار، انزل بس مع الطلاب، ما يحتاج منك يعني تنزل مع الطلاب في طاولة تنس، بلياردو، فريرة، شاشة تلفزيون، بس تراقب انت حتى ولا بس حطهم غير لهم الجو يعني شوي. بعض المعلمين يعني ينزلهم مصلى، يقوم مسابقات ثقافية وتحديات، بعضهم ينزلهم ملعب يلعبون كورة، لكن إذا ما في ترتيب معين الموضوع يصير فوضى. في ثلاث معلمين نازلين القاعة، وأنا جاي قبلك أنت جاي قبلي، ما في تنظيم، ما في تنظيم فعلا. يسوي دوري، ها يسوي دوري بين الطلاب وكذا. لكنها ايضا الان مدارسنا مثل ثانويتنا الان الحمد لله اصبح كل الفصول فيها بروجكتور، ما شاء الله كل الفصول الان، وراحتنا كثير. يعني بعض المعلمين معاه فلاش، اذا عنده حصه انتظار طلب من الطالب المسؤول عن الجهاز شغل لهم مقاطع عن الافلام الوثائقيه كذا، بعض المسرحيات الهادفه مفيده توعويه، وقطعت مشوار الحمد لله راحت. الا بعض المعلمين اللي ما عنده تفاعل في الموضوع هذا وغير مهتم بمساله تثقيف الطالب او استغلال الحصه يبلش صراحه يشعر بازمه. طبعا انت ابو مين؟ ابو خالد. ابو خالد والله الله يحفظك، الوضع مختلف تماما. ابو خالد انت اعتقد ما شاء الله تبارك الله ما تبلش زي ما قال ما شاء الله، بل بالعكس يمكن تدور على حصص انتظار انت. وزي ما ذكر الاستاذ محمد انه تختلف من مدرس لمدرس. ايوه مدرس، لانه ما شاء الله يا شيخ يعني ابو خالد خبرته ما شاء الله. يعني احنا عندنا في الهيئه الملكيه حصص الانتظار غالبا ما تكون نفس الحصص العاديه، لانه في حقيبه انتظار مخصصه لكل معلم. الإمكانيات في الهيئة الملكية طبعا عالية جدا بالنسبة للفصول وأيضا للمدارس، يعني الهيئة الملكية وفرت كل وسائل التعليم، يعني من ناحية الفصول، من ناحية الأدوات، من ناحية الإمكانيات عالية جدا يعني، والمعلمين يتعاملون مع الحصص هذه برقي اكثر. نحسدكم كذا يا شيخ. اي والله الحمد لله يعني ما فيها اي اشكاليه، الا طبعا اكيد بعض الطلاب يعني وبعض الفصول ممكن اذا جاها في الاسبوع حصتين ثلاثه انتظار ممكن يحولها المعلم لحصه ترفيهيه يعني، بس الاغلب والسائد واللي موجود اللي هي حقائب الانتظار عندنا مليئه بكل ثقافي اجتماعي رياضي ترفيهي كله طبعا داخل المرشد. اسمه خالد معلم تربيه رياضيه. انا مش الطلاب طبعا، بالنسبه لي تعتبر حصه انتظار مكسب اذا احيانا استفيد منها، لان احيانا ما تقدر تاخذ طالب داخل او تاخذ طلاب مجموعه تستقطب من الحصه، فحياة حصة انتظار بالنسبة لي مكسب، لأن عندي أنا مدرب وأدرب بعض الدورات وكذا، فاستغلها في بعض المهارات. أيضا إلى أني أماكن التوجيه أحيانا الجمعي أو المجموعي تضطر تحتاج الطالب، تبي فصل من فصول، فأحيانا حصة انتظار بالنسبة لي كويسة أستفيد منها، فرصة لها. أي نعم، أعطي مسابقات تحدي، مسابقات ذكاء، تحديات مسابقات، لكنها زي ما تقول هي أحيانا قد تكون نوع من المسكنات إذا ما في خط مسار فعلا واضح للمدرسة في استغلال زي ما قالت الحقيبه جاهزه فعلا وخلاص عارفين في الجدول. متى احيانا بعض المعلمين اذا غاب او تاخر ما يدرون عن الغائب الحصه الثانيه، فتبدا عاد البحث عن البدائل والانتظارات وهي اللي تحوس الموضوع كامل، ولا لو كانوا عارفين الاداره من قبل هذه الظروف تنحل في الغالب، هذه الظروف الطارئه يعني. وانا اشوف انه زي ما ذكرت انه عشان لا يبلش تكون في خطه حتى لو تكون تطوعيه من بعض المدرسين يبدوا ينتجوا حاجه زي كذا.